بدأت رحلتنا في 8 صباحا، وكانت أول محطة لنا هي مدينة ابن ملال. بعدها أخذنا سيارة أجرة إلى قرية وويسغت. هنا واحد طاكسي اللي غيدينا. وويسغت عاد جواد من الطاكسي. شو ما كتبغيهمش عاد تيبانو. عند وصولنا لووزغت قمنا باختناء كل ما سنحتاجه خلال رحلتنا. خير اخوتي، ومرحبا بكم في فيديو جديد بلاصه جديده. اليوم حنايا كنتواجدوا في امسفران، والبلاصه اللي معروفه بالكاتدرال اللي فيها واحد الجبل واعر تبارك الله، ودايز من تحت منه الواد. تكونوا تسمعوا الصوت ديالو دابا. المهم البلاصه هذه تستحق ان الواحد يجي يدوز فيها ويكاند، وباش يحيد من داك ستريس اللي تيكون وسط السيمانه. المهم البارح ما صورتش لكم حيت ما كانش عندنا الوقت، ثلاث الصباح هذا ان شاء الله عاد غنقدر نصور لكم. ومنانيش اليوم عندنا الصومي، غنطلعوا الصومي ديال امسفران وغنكتشفوا البلايص اللي مزيانين هنا، غنحاولوا نصوروا فيهم وغنبارطاجي معكم كل شيء ان شاء الله. هاد الجريح هاد الصباح هي كلها بيضاء. البارح هنايا راه مطلع في الموال الصنطره كيبلش. فطور طبيعي 100% كما يقولوا المصريين اخياسي. زيت كلاصه شكون نعصروا منها بحال ملي كتخرج القرعه من ديال الماء من الثلاجه، وتجبد تعصر فيها حالك كيف قارينا دابا. يلا نحطوها دابا حدا العافيه باش تطلق واحد شويه. حنايا دابا في طريقنا للقمه خوتي، وبالنسبه لي انا راه عندي واحد تشالنج اليوم، واحد التحدي اللي كبير بزاف صراحه. راني جايب واحد الصنداره وناوي نضرب بها حتى للصومي، حيت الصباط اللي جبش تلف ليا. المهم راه غادي ان شاء الله نتلاقاو في الصومي بهاد الصنداله هادي، واخا قاسحه واحد شويه حيت كتزلق، ولكن نتمنوا ان شاء الله نضربوا بها حتى الصومي. كنا في حاجة ماسة إلى الماء خلال صعودنا للقمة، وكنا نعلم أننا سنجد عينا نابعة من الجبال في الطريق لملء قاروراتنا، لكن للأسف ولسوء الحظ لم نجد لها أثرا بسبب الجفاف وقلة الأمطار في الآونة الأخيرة. شوف ما يكونش فيه اللي داك العلق ما يخاف والو، اشرب يبدا عندها تيشرب وصفر. الحمد لله على لطف الله وصلنا الصومي. المهم راه شحال قروش الصنداله راه وصلاش، ضربنا بها الطراجي هذا وباقي غنزل بها ان شاء الله. اي باش نقول لكم القصه ديال هاد الصنداله، والله الا هي لقيتها تحت بالله. كان تحدي باش غنطلع بها هنايا للصومي، وطلعت بها الحمد لله، ولقيتها مدفونه في واحد الارض تما وانا نجبدها. المهم الحمد لله حقرنا صراحه هاد الصومي، ولكن كاينه شويه ديال الطريق. المهم دابا غنرتاحوا وغنتصوروا ونقدو شي فطور ونبارطاجيو معاكم حتى الفطور حتى هو. هذا
50 معلقه دونك حيدنا واحد العود من الشجره باش نحركو به. خوتي لقيتي ونا سالينا تصورنا حدا البلاكه هنايا وقدينا فطور فطرنا دابا غنعاودو نرجعو باش ان شاء الله نقدروا نطلعوا لي غورج اللي كاينين هنايا باش نشوفوهم حتى هما حتى هما يستاهلوا انك تمشي تشوف دوك لي غورج هذوك الا جيتي لهنايا الكاشيدره اللي مسفره. خوتي لقيتي ونا دابا محركين لي غورج اللي جاوا بعادين واحد ثلث ساعه ولا نص ساعه على الجبل ديال الكاشيدره. المهم تلاقاو تما ناخذوا شي تصويرات بالخف ونرجعوا بحالنا. والصندالة العجيبة تسبح ولي 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 عشي الماء مقلاصي باش نخرجوا لهاد لي غورج هادو ولي 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 غادي نرجع اخوتي تنتقلم مع الماء كلينا عالجنا واحد شويه ودابا غنمشيو باش نشوفو سميتو غنشوفو داك المعمل او داك لوزين اللي كانوا شي تيقادو فيه الخشب اللي كان المستعمر هنايا شي حيد هكا كيستافد من الثروات ديال هاد البلاد هادي. وغنشوفو واحد الكاميو اللي مشوره به الكاتيدرال او مسفران هنايا وغنبارطاجي معكم ديك البلاصه هذيك حتى هي حيت حتى هي من الحوايج اللي خصك تشوفهم وتصور حداهم الا جيتي لمسفران. لا يمكنك زيارة إمسفران دون أن تستوقفك إطلالة مصنع الخشب الذي يعود تاريخه إلى بداية الثمانينات، حيث كان مستثمر أجنبي يستغل غابات الصنوبر بالمنطقة بشراكة مع المياه والغابات. لكن مع نهاية التسعينات سحبت رخصة الاستغلال بدعوى استنزاف الموارد الطبيعية وتدمير الغابة ليترك المصنع كما هو بجميع تجهيزاته لزمن. وصلت العشيه وبدا السماق اللي تيتحرك بدا البرد تيتحرك. دابا خصنا نوجدوا الحطب هنايا نوجدوا الحطب بزايد فهمتي باش ندوزوا ليله سخونه ونريحوا حدا العافيه حيت البارح شفت في الميطيو كتوصل للصفر كتوصل للزيرو هنايا يعني راه يكون المود ديال البرد هنايا. خصنا نديروا الاحتياط ديالنا هادشي اللي كاين. ومهم طونطين حدا هاد الديكور هذا الواعر كاشيدرال جينا صراحة بعدنا على بنادم كاين بنادم كثير في الجهة الأخرى بعدنا عليه هنايا جينا معزولين حنايا في هاد الكوان هذا يعني كتاخذ راحتك وش كتعيش مع الطبيعة ومع الماء ومع كلشي هنايا غير الصوت ديال الماء والصوت ديال ياسين شي هرس في العواد. الى هنا تنتهي رحلتنا في الكاتيدرال اخوتي. المهم شكرا بزاف على تفرجتو وما تنساوش البارطاجي الى عجبكم البلان. بغيت نزيد واحد المعلومه قبل ما نسالي هذا الفيديو هذا على حساب الطراجي الى بغيتي تجيو لهنايا. المهم غتوصل حتى لبني ملال وغتسول على الفيلاج ديال ولاد موسى من تما
كاين ترونسبور اللي غايجيبك للواويزغت. ملي كتوصل للواويزغت صافي راه كاين ترونزيطاج كيديو هنايا كيجيبوك حتى للكاتيدرال. هذا هو البلان، يعني طراجي ساهل بالنسبه للترونسبور راه موجود، هادشي اللي كاين. سيو في النيكست فيديو ان شاء الله. Nothing I can do, I can never get to you.